غصبا، الأجواء مغيم، في الحرس مليون بالمية ما بيطلعونه. نجرب حظنا. الحمد لله صرحنا بشروط، ما نروح بعيد، صباح منعونا منع كامل، المرة هذه قالوا لازم قريب، ولكن حيكون بيننا اتصال إن شاء الله، إذا الأجواء طيبة نكمل مغامرتنا بإذن الله. أنا مقهور عشان كنا مجهزين من كل النواحي، حتى الطعم الحلو ما زلنا، لكن إن شاء الله يسمحوا لنا نكمل مغامرتنا. الحمد لله سمحونا بالبحار، المكان بعيد، المكان يبعد تقريبا 50 كيلو، ان شاء الله في الطريق يعني نتونس ونصور لكم اذا في شيء. وقف وقف وقف، شفت كيف؟ شو قدامك؟ يبغون نمشي، يبغون يلعبون، سووا رياضة، يلا سوي لهم رياضة، سوي لهم، خذ انت صور. وانا ما شفتهم والله، بصي هم قدامك. طيب يعني اعرف اعرف اعرف. ايوه واو، شوف كلهم جو الشعلية. دقيقة دقيقة، شو واو يا بابا، متعة متعة. الآن إحنا واقفين جنب الشعبة اللي كنا نصيد فيها ولا صدنا ولا سمك. في شعبة هنا جنبنا كبيرة جدا، بنشوف المكان اللي جوه اللي بننام فيه، لأنه وصلنا متأخرين وما لحقنا نصيد وقرب المغرب، فبنشوف النقطة ونطلع نرسم خط لمكان النوم عشان في النهار نقدر نشوف الشعب ونطلع من هناك ونرجع في الليل، يكون الخط مرسوم هنا. لا مو رعب، ما هي الجاب هذه على عمق 100 متر؟ سبحان الله، فعليا المعلومية ترى اسمها ليزرد فيش، ليزرد فيش سمكة سحرية. ما شاء الله، فوق 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 فوق، ما شاء الله تبارك الله، حيا الله المحسني، ما شاء الله وحش. أقول لك اصبر لي بس أطلع لك الحجم. أول شوي يهايط يهايط علي 4 أسماك، ها هذا تطرحهم. ما شاء الله شيء طيب. والله سحب سحبة قبل شوي. إيه سحب سحب. إيش ما شاء الله. ما شاء الله بسم الله. ما شاء الله. كفو يا المحسني، قد اللي عندك ولا أكبر منه؟ والله. أكبر وأنت ما تشوف الدرب. اسمع الصوت. هو يرد عليك. بسألكم هيا بتقول ساعتين عشان. اتحدى هذا، شوف البلع، شوف 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 شوف. هذه بهارتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله. Thank you.
شيء كبير. لا قرش قرش قرش. قرش من أول جنتين ما تجي. والله قرش كبير. كسر رجلي. السنارة لافة كذا وجاي على تحت من قوته. جلس على عمق 200 تقريبا 10 دقائق في نفس المكان. الماكينة ما هي قادرة تسحب. توها بدأت تسحب. خيل يقطع على 10 متر. ولا نشوفه ولا ندري شو هو. بتكون ثالث سمكة لو مسكت وفكت تحت. جيب جيب الموية 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 سخن هذا. ما بشي ما يتعب. بسم الله واسم 20 الوحش. والله انه وحش صايد وحش. والله انت الوحش. والله خايف تكون حجرة. لا والله مي حجرة. اوه تعبني. بابا شوف جنن من ركب اخي. صور صور. اوه عم باقي دقيقة. اول ما يقرب قرش قرش والله. كمل ان شاء الله. جثبتها اوفر هيد تنكسر. شوفوا جا جا جا. ايش هذا؟ هامور. ايش هامور؟ مو هامور ذا. الا توينا. دقيقة. قرش والله. قرش الدرازي. قرش قرش قرش. قرش ماسك من ديله. وماسك من ديله كمان عشان كذا. ايش هذا ما يتعب؟ يا بابا هو اصلا ما قاعد يتحرك عشان يتعب. شوف 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 الوحش. هذا هو اللي تعبني انا. ماسك من ديله بعد. يعني شوف ليته ماسك من فمه. تضاعف يمكن 3 مرات. جالس يسبح عادي يعني ما هو ممسوك من فمه. والله هلكني. خلص اليوم علي. يا اخي تعال قاعد يروش لي. ايه لا تفكه. استنى استنى. تعال يا ولد. اخر اخر. تعال. لا تفكه لا تفكه لا تفكه. اسحب القروش. انا اسحب القروش. اسحب القروش. افكه. لا تفكه. ليش شيل سنارتي معاه. لا توثق فيني. Two-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. يا بابا غير تذبحني انت. ربي جاء وجهه هنا عند رجلي. ما شفته. كل من صورتك. تبغى صورة ها؟ والله لك. رجلي بغت تروح. لا تاخذون على القرف هذا. واحد يصيد سمك تبغى ايش يصير فيه؟ اكيد يكون شكله مقرف كذا طبيعي. بنسوي قهوتنا دحين ومخمخ وان شاء الله الوليد يصيد شيء واحنا نسوي القهوه. يلا يا ولي اذا صدت تونه بتصير هي غدانا. شوف الجوال يصور هذا ولا كالعاده يخذلنا؟ لا لا قاعد يصور. ركزوا لي تحسونه بيصيد من ورا كان دم عشان يجذب السمك. كان يعني بتموت السمك. من هنا جميل جدا. بسم الله ان شاء الله صيد. 80 جرام. الكرتونة دي دائما موجودة. صور لكم القرش. شوفوا شوفوا شوفوا. شو شو يلفلف يلفلف هناك. لا 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 هذا وليد صح. ايوه ايوه بالله عليك الا قطع. كفو ليه ما طلعناه هنا؟ الحمد لله انه معايا قفاز. والله كان يد نزل منها دم. يوه يدي جوا القفاز حرقتني.
عن شكله صقر. بابا جيت بطلع بس اشوفه دام جاء من عندي. الله يا كفو. يا رب ما يكون قرش او يقطع. هلا يقطع لكن ما نبغى قرش ما يتعبك. حلو حلو حلو. يعني لو كان قرش ما بيكون قرش كبير. شوف السهوله كيف ماكينه كهربائيه بس الشده هنا والشده ما شاء الله. والله يا بابا انت كنت يا اخي. شوف شوف هذا المكان الصح. 55 قربت قربت. اخذ لا لا امسك بجنن. اوه لا 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 وصلت التونه يا عيني. كفو 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 كفو. نيبو ما شاء الله. يو نبغاها من زمان. دقي هلا 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 دقي. شوف دقي ما عليك حندلعك هنا. لا تبكي لا تبكي. دلعك بالطابق. يلا ارفع فوق فوق. ما شاء الله تبارك الله. كفو ملكي ملكي والله. الله عليك يا وليد ما شاء الله. روح سناره كسوره حالتها حاله ويصيد. قلت خلاص برفع ولا انا رافع تضرب. يا لا تقول لي قطع الخيط. يا قرقر ياس. ولودي بعد الياس غير السناره واخذ الكهربائيه وصاد ما شاء الله. بابا. وليد لازم توصل يا وليد. لازم سمكتين راحت لازم تابعه. اتوقع بياض انا. ها؟ لا بياض عمق مره. تونه؟ اه مو سمك شري. لا شري ما يجي تحت. يمكن فارس. لا 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 فارس بالنص. سمك سمك. وصل 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 بياض. وصل والله والله. بابا قصر قصر. دقيقة بابا الماكينة علقت. فك لحن ابو شكله. فك ايش هو هذا؟ قصر ما ادري بياض. والله نتونة يا لودي. نتونة يا الله. كلنا الماكينة دي وين ربطت؟ طيب خلك شاد عليها. لا بكيت يا حرام يا اخي. كم سمكة؟ ثالث سمكة. ياه. ثالث سمكة يعني في النص ساعة اللي عدت هذه بس ثالث سمكة. منحوس. كلكم عارفين ان الكل متعة ضريبة وهذه ضريبة المتعة حقتي. شوفوا كسرت الصنارة وزيد يا راعي. والله ما ادري تتصلح مرة ثانية. ما عاد تتصلح لو ايه شفت طلعت معاها كسر مضاع. طلعت معاها. شو سويت لها بالسكينه كذا كاني قصيت ورقه. شوفوا كيف طلعت. شوفوا هبره التونه كيف خرجت. شوف اللعم الاحمر امريكا كيف. خذ خذ ملعقه جرب. والله مره لذيذه. قول لي بالله ايش رايك. بسم الله. قولي حلوة. ايش انت تعبان يا انا خذ شوية. ايش اخذت انت؟ اخذت لقمة كاملة. خذ شوية تبرد بسرعة. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون مجام. يا اخي كبيرة اللقمة. حار. اوه كيف؟ حار ولذيذ؟ والله لذيذ. وليد. هلا. أباك تدي ختامية للمقطع. والله هذا أول مقطع ننزله يكون مصور. وإذا عجبكم المقطع وتبغون ننزل مقاطع زي كذا لا تنسوا تكتبون بالتعليقات وتحطون لايك عشان ينتشر الأكبر عدد من الناس.